الدرس غادي تكون واحد لابارتي براتيك على السكوبس. اول حاجه غادي نقراو هي واحد الانترودكشن، غادي نعرفوا اشنو هو سكوب غير واحد سيمبل ديفينيشن. من بعد غادي نهضروا على الجلوبال سكوب، من بعد لوكال سكوب، من بعد غادي نهضروا على البلوك سكوب. يعني البلوك كنعني بها اي حاجه اللي غادي تكون وصل كيرلي بريسز، هذيك حتى هي كتعتبر واحد البلوك. دونك غادي نهضروا على كيفاش هذوك الايدنتيفاير داكشي كامل كيتستوكا او نيفو ديال واحد البلوك. غادي نهضروا على الفانكشن هويستين، غادي نهضروا حتى على الفانكشن سكوبد. فانكشن سكوبد لان الفانكشن كيخدموا فيهم سكوب بواحد الطريقه ديفرنت. من بعد غادي نهضروا على النستد سكوبس. دونك هادو هما تقريبا اللي بيبريك ولا واحد الاوتلاين ديال هاد اللسن. اوكي بداو الدرس ديالنا. فالدرس غادي نخدم بالكونست واللات كيوردز باش نكري الفيربولز، لانهم هما اللي غادي يعطونا واحد ديفينيشن باش نفهموا مزيان سكوبس. الناس اللي ما عارفينش الكونست واللات كيفاش كيفونكسيوني تقدر تمشي لواحد الدرس اللي غادي نحطه في الديسكريبشن باش تاخذ واحد البيزك ايديا على هاد الكيوردز كيفاش كيخدموا باش نكريو الفيربولز. علاش ما غاديش نخدم بالفار كيورد؟ لانه كيدير مشاكل اونيفو ديال سكوبس اي كيقدر اكتيدي غير للجلوبال وانز. ما بغيتش نكبر لكم واحد الكونفيوجن لانه يقدر يدير لكم واحد النيم كولوجن كيف ما كيسميوه. اوكي انا غادي نحاول ايفيتي هاد الفار كيورد فهاد الدرس، دونك غادي نكونسونطرا غير على الكونسولات. اشنو هو سكوب؟ بالنسبه لينا عندنا واحد الكود هنا اللي كبيت واحد الفيربول اي بي ار كي، وهنا عندي واحد الفونكشن اللي وصلت واحد الفيربول كي 2، وعندي هنا واحد الكونديشن اللي فيها واحد الفيربول كي 3. اشنو هو سكوب؟ سكوب هو بحال واحد الطريقه كيفاش كنقدروا نورغانيزيو بعدا الايدنتيفاير ديالنا، وثانيا كيفاش نقدروا ناكسيديو لدوك الايدنتيفايرز. بحال مثلا هذا بغيت نسد عليه غير فهاد البلاصه، دونك بحال اللي قلتي كنكري واحد لونسومبل واحد البواطات، كل بواطه كيكونوا فيها الايدنتيفايرز ديالها ما نقدروش ناكسيديو لهم من برا هذيك البواطه. بحال مثلا هاد الكي 3 ما يمكنش ناكسيديو ليها من الفانكشن، وهاد الكي 2 ما يمكنش ناكسيديو ليها من هاد الاف ترو. اوكي دونك هاد الكيرلي بريسز بحال اللي كيتكلفوا لنا بان كبرنا واحد البواطات كيفاش نقدروا نمانجيو الايدنتيفايرز ديالنا. كوم كوا ما يطراش لنا واحد الميوتاسيون او نيفو ديال البروغرام. وبالنسبه لهاد هاد الفيريبلز اللي كيتكفيو فهاد البلاصه اللي كتسمى الجلوبال سكوب، وغادي نشرحوا هادشي بالديتاي، هادو كيكونوا اكسيسيبل من اي بلاصه بغينا. واحد ديفينيشن سامبل بالنسبه للسكوب هو كيتعتبر واحد ديزاين باراديغم اللي كنديفينيو فيه كيفاش بغينا ناكسيديو لدوك الفيريبلز، وفين غادي يديفينا وفين بغينا نسدو عليهم. اوكي اي من بعد كنقولوا كيفاش هاد الفيريبل خاصنا ناكسيديو ليها. اوكي يعني كيف ما كتشوفوا هنايا عندي واحد البواطه اللي هي كبيره فيها الايدنتيفايرز، فيها واحد يعني نقدر ناكسيدي ليه من اي بلاصه بغيت. ومن بعد عندي واحد جوج بواطات صغار كل وحده فيها الايدنتيفايرز ديالها ما يمكنش يكونوا اكسيسيبل من اي وحده منهم. بحال مثلا الا كبينا هنا كتكون اكسيسيبل هنا، ولا كبينا هنا كتكون اكسيسيبل هنا، دونك كنسدو عليهم الايدنتيفايرز ديالنا. نبداو دابا اول تايب ديال السكوبس اللي هو جلوبال. اشنو عندي هنا اونيفو ديال هاد البروغرام؟ عندي هاد كيف ما شفتو فرقنا البروغرام ديالنا لدي بواط، دونك عندي البواطه الكبيره اللي هي الجلوبال وانس سميتها الجلوبال سكوب، وعندي بواطات صغار. اوكي شنو هما الفوز اللي كينطبقوا في هاد الكا؟ اوتوماتيكمون ممكن كنكري واحد الفيربول انايا في هاد الجلوبال سكوب ديال لابارتي الخضراء، نقدر ناكسيدي ليها من اي بلاصه، دونك نقدر ناكسيدي ليها من هنا ومن هنا، دونك كتسمى جلوبال. يعني الا خديت انا مثلا هاد اي بي اي كي وغادي نحاول ناكسيدي ليها من وسط هاد الفونكشن جيت كي، غنقدر ناكسيدي لها وتافيشي ليا ريزولت. اوكي غادي انفوكي بعدا ولا نعيط على الفونكشن ديال جيت كي. اوكي كيف ما كتشوف افيشات ليا ريزولت ولا افيشات ليا الفاليو ديال الاي بي اي كي. دونك هاد الاي بي اي كي اكسيسيبل من وسط هاد البواطه ديال الفانكشن اللي هي جيت كي، نقدر كاع نديها هنايا ونأكسيدي ليها. اوكي ناخذ الكونسول لوك اي بي اي كي، نقدر ناكسيدي ليها حتى من هاد البواطه الاخرى اللي هي ديال الاف كونديشن. دونك نقدر ناكسيدي لها اي فيربول اللي تكريات في هاد الجلوبال سكوب ولا في هاد لابارتي الخضراء من اي بلاصه بغيت. داكشي خاصكم ديروا اتونسيون بزاف من تكريو واحد الفيربول او نيفو ديال هاد الجلوبال سكوب ولا هاد لابارتي اللي كتسمى جلوبال، لانها غيقدر دير لكم مشاكل ونيم كلوجن. مثلا الا جيت غنكري مثلا انايا واحد الفيربول واحد اخر، غنخدم بلات انا كاع لات ونكري فيريبل واحد اخر عندي هي اي بي اي كي هنا، غيقول لي كنوت اكسس اي بي اي كي. دونك كاين مشكل هنا دارت لي واحد كيف ما كنسميو هذا البروبليم نيم كولوجن. ديما ديروا اتونسيون من تكري واحد الفيريبل في الجلوبال سكوب بانها كتقدر تكتبو كريها او نيفو ديال البروغرام ديالك بالسيم نيم. دونك حديو من الاحسن تكريو الغالب ديال الفيريبلز ديالكم في السكوبس، يعني سدوا عليهم كيرلي بريسز. اذروايز الا كنتي غتكري واحد الفيربول في هاد لاباش الخضراء ولا في الجلوبال سكوب، كون عارف راسك شنو كدير مزيان، لان تقدر تطلع لك واحد الكوليجن او نيفو ديال البروغرام ديالك. غادي نشوفوا علاش قلت لكم في الاول بان الفار كيورد يقدر يدير لنا مشكله او نيفو ديال هاد الجلوبال سكوب ولا او نيفو ديال البروغرام ديالنا اون جينيرال. دونك الا خدمت بالفار كيورد وكريت واحد الفيربول فول نيم، فول نيم عطيتها مثلا اروي مهدي. اوكي غادي ندوبليكيها كاع، غندوبليكي سيم فيربول في الجلوبال سكوب، نزلها كاع من هنا. اوكي غنحطها في الجلوبال سكوب، راها ديما في الجلوبال سكوب. دونك الا درت لها كونسول لوغ هنايا فول
شوفوا بانني كنقدر ناكسيدي ليه ونقدر ناكسيدي ليه من هنا. دونك راه كرييت غاشي هذه الطريقه فحال لا كرييت واحد جوج ديال الفيربولز هنايا ود ادم فاير هو فار كيورد. دونك كرييت واحد جوج ديال الفيربولز فول نيم هذه خايبه. دونك من غندير انا ليت كيورد ما غاديش يدوز هذا البروغرام غيعطيني الديباغر مشكله. دونك الا حاولت نتشيكي هنايا اون نيفو ديال الديباغر غتشوفوا بانه قال لي Identifier full name has already been declared. يعني ديجا مديكلاري. يعني كيف ما كتشوفوا الفار كيورد ما كنخدموا به ماشي يدير لي حتى شي مشكله والديبوغاج كيدوز سون بروبليم. دونك ديما حذروا ولا ديما ايفيتيو الفار كيورد اون جينيرال خدموا باللات ولا بالكونست.